هذا مسلسل واقعي حساس، يعني كتير واقعي، وبكرة بتشوفوا تنوع القصص اللي فيه، تنوع الأحداث اللي فيه، قديش هي عن جد مثل كل بيت. وبعض المرات اللي يعني عنا بمجتمعاتنا بنحاول نخبي بعض الأشياء، نكتشف إنه إذا خبى الواحد بينأذي أكتر. بقى هذا المسلسل بيقول الأشياء مثل ما هي. له دخل الموضوع بالثنائية، له دخل بالدور إذا بيلبق ولا لا، بالمخرج إذا بحس إنه هذا الممثل مناسب لهذا الدور ولا لا. بعدين ما في ثنائية، هذا المسلسل كله أبطال، كل واحد منهم بطل لا يقل شأنا عن أكبر دور بالمسلسل. يعني أنا بالنسبة لي في أدوار كتير صغيرة بالمسلسل كانوا أبطال أكتر مني. الرجولية تبعك مش الجرية، الرجولية شيء تاني ما بتعرفها، وما بينحل الموضوع إلا بتغيير قانون الأحوال الشخصية وبنظام علماني مدني وفصل الدين عن الدولة. هيدي بتحل كل المشاكل لوحدها. حضرنا، ما بقى فيه إلا نبلش تصوير، حمسين لنروح على الست ونبلش نركب الأشياء وتمشي مثل ما لازم. أنا حاطط أمال علي هيدا المسلسل لأنه مسلسل مكتوب بلغة جديدة، بفورمات جديدة، فورمات ممكن ترجع ناس يحضروا تلفزيون مش من هواة التلفزيون، وهذا مهم. لا ما بعتقد بالإطار اللي بيكون فيه تام، قلت لك في لغة جديدة على صعيد الممثلين، على صعيد القصة، على صعيد الأحداث اللي هي فيها سسبنس كتير، وما بتعتمد بس على الاشياء المتعارف عليها بالدراما العربيه، يعني الرجوله او الرومانس او الحب او الاختلاف خلافات العائليه، لا مش هيك، في لغه جديده وهذا الاهم.